حزن يخيم على مدينة طنجة بسبب سقوط الصحفي عادل من قمة جبل موسى. انتقل الإعلام الخلوق الشاب عادل وريغل الطويل إلى ذمة الله، والذي يشتغل إعلاميا لفائدة جريدة أشكينا الإلكترونية بجهة طنجة تطوان الحسيمة. الصحفي الشاب كان محبا للقمم والجبال وكل شيء طبيعي خلقه الله. خرج في جولة سياحية بمدينة الفندق والنواحي ليحط الرحال زوال اليوم بمنطقة جبل موسى نواحي باليونش رفقة مجموعة من أصدقائه. تقول مصادرنا أنه بعد تناول وجبة الغداء على قمة الجبل راح يصور جمال الطبيعة والإطلالة البحرية على إسبانيا، لتقع بعدها حادثة سقوطه من الجبل من مسافة عالية. تقول المصادر نفسها أنه بعد سقوطه كان على قيد الحياة، إلا أن تأخر الوقاية المدنية والإسعاف وعدم إجابة الدرك الملكي على المكالمات دامت لمدة 3 ساعات، لتصل الإسعاف إلى موقع الحادث متأخرة لتجد أن الشاب قد انتقل إلى جوار ربه، لتنقل بعدها جثته إلى أحد مستشفيات مدينة الفنيدق. الشاب عادل عرف بأخلاقه مع الجميع، لا سيما الأخلاق والمعاملة الحسنة التي تميز وعرف بها في مجال الإعلام رفقة زملائه الصحفيين. كان عادل رحمه الله حاضرا في كل قضايا المجتمع، وأبرزها قضية الطفل ريان والذي قام بتغطيتها من اليوم الأول حتى النهاية. وفي حوالي الساعة 10 ليلا انتشر خبر وفاته كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أما إن دل ذلك على شيء فهو يدل على حب المجتمع الطنجي لأخلاقه ولروحه الجميلة. ترك عادل تأثرا وحزنا واسعين على طاولة الساحة الإعلامية بالمدينة ليكتب كل محب لهذا الشاب مشاعره وتأسفه للحادث المأساوي. وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم بأحر التعازي لأسرته الصغيرة وأسرته الإعلامية الكبيرة. غفر الله لعادل وأسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.